احنا بينضم لنا كمان على التليفون واحنا بنتكلم عن شهر رمضان الكريم، وطبعا الاجواء الروحانيه والناس بتبقى عايزه يكون صيامها صيام صحيح، ما يكونش فيه ما يفسد الصيام. يعني في حاجات بتبقى، يمكن كنا امبارح حتى بالمناسبه، يمكن دكتور خالد عمران معانا على التليفون دلوقتي، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، بعد الترحيب بيه طبعا مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، وصباح حضرتك طيب وبخير وسلام ان شاء الله. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك ومشاهدينا وهذا الشعب العظيم وهذا البلد الكريم وقياداته وكل طوائفه، كل سنة وهم بخير وبصحة وعافية ودائما بعودة لهذه الأيام المباركة يا علينا. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بفضلتك. الحقيقه طبعا دار الافتاء وضحت عدد من المحظورات لتجنب افساد الصيام في شهر رمضان. انا بس هبتدي مع حضرتك بموضوع يعني اللي هو موجود في كل بيت مصري، كل اسره. يعني يمكن كنا امبارح بنتكلم على الشده والعصبيه والعلاقه الاسريه او الزوجيه، وتلاقي عصبيه الزوج على الزوجه والزوج على زوجها، ويبقى في يعني ما اعرفش ده يدخل في حكم لو في كلام خارج او مشاكل ده يفسد الصيام ضبط النفس، واللهم اني صائم. هذه العباره الرائعه ازاي تكون بيقين وبايمان بالفعل، مش مجرد يعني كلام بيتقال بس. أيوة، هذا أمر في غاية الأهمية وإحنا دايما بننبه عليه. الصيام يا جماعة كما علمنا الشرع وإحنا داخلين على هذا الموسم الكبير بنرجو القبول، وقبول الأعمال دايما مرهون بعدة أمور. تفضل يا صح، فندم. العبادة يبقى شكلها صحيح وإحنا أمسكنا عن المفطرات وأمسكنا عن الأكل والشرب والعلاقات الزوجية والكلام ده، هنقول له كده يبقى ظاهر الصيام، شكل الصيام صحيح، لكن يبقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر. وده معناه إيه؟ معناه إن إحنا لازم نحط يعني نضع في اعتبارنا إن الصيام لابد أن يكون له أثر في تهذيب أنفسنا، ده الغرض أصلاً من الصيام، إن إحنا أكثر تحكماً في أنفسنا، أكثر رقياً في أخلاقنا، أكثر تشبهاً بالبلأ الأعلى، لأن الصوم ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول: الصيام لي وأنا أجزي به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه وقال: فإن سابه أحدا، مش هو الصائم ما بيبادرش لسب أحد، الصائم ما بيبادرش للتعصب العصبية على أحد، الصائم ده بيقول: إذا سابه أحدا أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم. ده ممكن جدا يفسد قبول وثواب العمل ويفسد ثواب الصيام، وممكن احنا كتير بنتعب في صيامنا ونتعب في قراءتنا وفي سهرنا، لكن لابد احنا نراعي الحاجات دي علشان لا تبطل العمل ولا تفسد ثواب الذي نرجوه احنا في هذه الايام مستقبلين لنفعها. طبعا اللي انا قلته لحضرتك البدايه ده بينطبق، بنوسع الدايره على كل العلاقات الإنسانية، مش بس جوه البيت، في الشارع، في شغلك، تحتك في أي موقف أو الكلام ده كله. بس وارد فضيلتك إنه يحصل إن الواحد في لحظة غضب أو انفعال يعني يتلفظ بلفظ ما أو كلام ده، يعني من باب إنه ده يبقى متخوف إنه أفسد صيامه. إيه طبيعة التصرف أو إيه اللي ممكن أعمله يعني إن أنا أكفر بيه عن ده وأكمل صيامي؟ إحنا أمام أولا أن كل واحد يكظم غيظه ويمسك غضبه، والأحسن أن يرتقي عن ذلك ويعفو ويصفح، والأحسن أن يحسن إلى الناس هذه الدرجات. طيب، في حالة يعني ما قدرش أن هو يعمل كده وزي ما بيقولوا فلتت منه حاجة، على طول يرجع إلى التوبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وهنا الذكر معناه انه افاق، فذكروا فاستغفروا لذنوبهم، فيرجع على طول الى التوبه، يتمسك بالامر، وربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين الذين يعودون اليه. حصل الغلط طبعا، الانسان ما يكبرش، واذا كان هناك ترتب على خطأه اعتداء على حد لابد ان هو يرجع يتسامح، يعتذر، والاعتذار ثقافه الكبار، وفي نفس الوقت يستغفر الله سبحانه وتعالى
وإذا فعل ذلك وجد الله غفورا رحيما. طيب كنت بجيب من شويه سيره الشغل، الناس يقول لك انا صايم مش قادر اشتغل مش قادر اعمل حاجه، طب لا، والناس اللي مثلا قاعده او في البيت تبقى نايمه طول النهار، تصحى قبل المغرب بساعه ولا اقل كمان، تصحى على الفطار على طول، الكلام ده صح ولا غلط؟ احنا بنقول الصيام فرصه لان مدرسه كبيره لتربيه انفسنا. الصيام وشهر رمضان على مدار التاريخ هو شهر للاجتهاد وشهر لعمران الأرض، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كان أشوك ما يكون في رمضان، وأكبر الأحداث التاريخية التي مرت في المسلمين مرت في الحقيقة في رمضان، غزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة في رمضان، غيرها من فده معناه إن المسلمين ما بيكسلوش علشان خاطر التلبس بصيامه، بالعكس هو بينظم نفسه وقادر على تنظيم عاداته الغذائية، قادر على تنظيم مزاجه، قادر إن مفيش حاجة تتحكم في نفسه زي مثلا الحرمان من السجاير أو كذا تتحكم في نفسه، علشان وبالتالي كل قادر إن هو ينظم أوقات نومه ويعمل كده، وبالتالي قادر إن هو يوفي عمله حقه، لأن هذا ما أمره الله سبحانه وتعالى به. نعم. وتقصيره في عمله يعرض طبعا ثواب صيامه ل ربنا يعطينا ثواب هذا الشهر الكريم بإذن الله. فضلتك أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك.